زكريا أصغر بطل فيلم بيمر على المهرجانات. فيلمك اتعرض قبل كده في فرنسا ودلوقتي في مهرجان الجونة. كلمني بقى أنت حاسس بإيه كده وفيلمك بيلف كل المهرجانات وأنت البطل الرئيسي في الفيلم؟ إحساس جميل جداً. عجبني سميتو، عجبني نمثل في الفيلم، عجبني بزاف في المهرجان. قولي حبيت الجونة هنا؟ نعم. متخيل انك تكسب في المهرجان السنة دي؟ ما نفسك في ايه طيب؟ ما طب قولي عندك كام سنة؟ 12 سنة؟ كلمني اكتر عن دورك في الفيلم، كان صعب عليك انك تعمل كل البطولة دي لوحدك؟ لا ما كان صعب. ما واجهتش اي حاجة؟ كنت بتسهر لفيت دول؟ كان مين بيساندك من اهلك خلال تصوير الفيلم ده؟ امي كانت بتروح معاك التصوير، كانت بتسافر معاك وهكذا؟ نعم. طيب تحب تقول حاجة في النهاية؟ انت مكسوف ليه؟ خلاص انا بس عايزة اقولك ان احنا اللي بنحبك وبنتمنى لك كل توفيق ان شاء الله في المهرجان. شكرا.